أكيد متابعينا بحلقتنا لليوم، محطتنا الأخيرة اليوم رح نروح ونتجول فيها بعالم الأدب والفن، وضيفتنا لليوم كاتبة قصة وشعر وعندها مؤلفات عديدة وروايات وكتب، وأيضا رح نحكي أكثر عن طروحاتها الجديدة بالسوق، ورح نحكي أيضا عن الكتب والمؤلفات. بنصيرنا نرحب بالكاتبة رنا العسلي، وهي حاصلة أيضا على جائزة سيدة الوان العربي الوطن الوطن العربي. عفوا. شكرا، أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. صباحكم نور، أهلا وسهلا. شكرا، يسعد صباحك. وأول شيء بنقول لك ألف مبروك على الجائزة، وسعيدين دائما لما النساء السوريات تحصل على يمكن جوائز بتمثلنا على مستوى الوطن العربي. بالبداية خلينا نسمع منك شيء أدبي إذا بحضرتينا شيء. إن شاء الله رح أقول شيء عن دمشق، بما أننا نحن بفقرة الصباح. نعم. يا ساكنا دمشق، تمهل عند فجرها وتنسم فضاء الحب حين يشرق. أخطو بقلبك عذراء هي رغم تهافت الخيبات ورغم نزف الجراح. يا ساكنا دمشق، يعربش التاريخ بين جدرانها وينوح عطره. يغوي المرور وفي الغواية عمر نقضيه رغم الحزن ورغم القهر، نقضيه بين أصابعها ففي عناقها عشق. يسلم هالتم. يعني بالبداية خلينا نحكي، اليوم كتير في المبدعات السوريات كتير عندهم جوائز، عندهم تكريمات، نحن أكيد عنا ياهن، ولكن حابين تذكري لنا ياهن أنت وتقولي لنا هيك كل تكريم شو يعني قديش أثر فيكي وقديش أعطاكي هيك دفع لقدام ودفع بالأدب والفن. صحيح. هلا التكريمات كانت كثيره الحمد لله خلال السنتين ثلاثه الاخيرات. راح اقول عن اخر التكريمات بما انه هي لساتها جديده، ما حكينا عنها قبل. يعني جائزه العالم العربي للروايه صدرت من فتره بسيطه بس في باريس، اخذت فيها المركز الاول. في قبلها كنت ربحانه مع دار الملتقى بمصر بقصه قصيره طبع لي بسببها مجموعة قصصية، شاركت اليوم بمعرض القاهرة للكتاب. لقب سيدة الوطن من الدولية لريادة الأعمال في مصر. يعني في كتير ما فيني يمكن أعدهم كلياتهم، بس بحسن أقول أنه التكريمات بالعموم هي قيمة. قيمة صحيح. مضافة للكاتب ولإنجازه وللتعب اللي عم يتعبه. فيعني قد ما كان الكاتب هذا المنجز اللي بين إيديه هو قيم وبيحبه ومولوده مثل ما بيقولوا بيعنيه كثير، لما بيجي التكريم أو الجائزة اللي بيحصل عليها كرمال هذا المنجز فهو كأنه أعطاه قيمة مضافة بإحساسه معنويا بمشاعره بوجوده وانتشاره بين الناس، حتى تحفيز يمكن للأمام بيخليه يستمر. أكيد بيخليه يعمل الأفضل دوما، بيصير عنده أكثر مسؤولية بالشغلات اللي لازم يكتبها بالمرات الجاي لحتى يطلع بشيء افضل واجمل. اكيد نحن سعيدين بوجودك ست رنا. خلينا نحكي عن الجائزه الاخيره، قلتيها عن روايتك، نحكي عن هي الروايه شو تفاصيلها، ويمكن في كثير مشتركين بس اكيد في يمكن بصمه خاصه او موضوع خاص للروايه وإلك لمسه انثويه، يعني النساء يمكن السوريات وخصوصا 10 سنوات من الحرب، انت كأم وكاتبه يمكن هي المشاعر وهي التجارب عطت للروايه يمكن اسلوب خاص. اكيد. روايه على صوت نبضه صادره عن دار دلمون، كانت فيها فيك تقولي شيء عن الاراده، عن التصميم، عن قد الواحد مهم يتعب منشان شيء بيحبه. فيها معالجات نفسيه لامور كثير بنشوفها بحياتنا، من اولاد الشوارع والتشرد، من شو بدي لك الشواذ بالتصرفات اللي بتلاقيها من الاشخاص، بعض الاشخاص اللي ما بتعرفي اسباب الدفينه، من كثير نماذج بالمجتمع نحن بنمر فيها بكل يوم، بس يمكن ما بنقدر نعرف شو الخلفيه اللي ممكن تكون وراء كل تصرف نحن بنواجهه، ان كان عجبنا او لا. فينا نقول فهي داخله فيها بامور، وكثير متشعبه فيها بامور عن حاراتنا القديمه، عن بعض الطقوس اللي عنا اياها ببعض الريف، ببعض المناطق الريفيه. فانا حبيت اطلع لبرا
شغلات بتخص سوريا لوحدها، يعني ذكرت فيها شيء بخص يعني طقوس معينة ببعض الريف عن مثل أبو طاقة مثلا، شرحت شيء بسيط عن شو يعني هذا المكان بالنسبة لنا، شيء عن باب توما والحارات القديمة، شيء عن العادات القديمة اللي نحن متعودين عليها، فهي كانت مثل أخذت راحتي فيها بالزمان والمكان وتفاصيل حياتنا اليومية. تمام، خلينا لكان كمان نسمع شيء ثاني إذا تريدي. أحبك ويكفي، رغم اختلاف الصور بيننا، رغم ما تحب من غياب، ورغم تفاصيل العالقة بعد الخلاف. أحبك ويكفي لأعلم أن دورة الطفولة تعود، والجدائل من نور الشمس ترتب طولها لتغدو الحلم القادم بين يدي. أحبك ويكفي كي تصير الفراشة موسما، رغم أن المواسم تشابهت في لعن الجفاف، وأعلم ما بيني وبينك عهود تشهر على يأسها الحياة، تخطف اللحظة من عين الحزن وترسم الشغف. كمان خلينا هيك نستغل الوقت إذا محضرة شيء كمان. رح أقول شيء عن نسر على صوتي نبضه. أنا كتاب على صوتي، كتاب على الكاميرا. أنا كتاب على صوتي نبضه كان توأم نسري ورواية، أصدرتهم بوقت واحد ومكان واحد وتوقيع واحد عملت لهم، يعني حبيتهم يكونوا مثل الأخين ماشيين مع بعض وبنفس الغلاف. خلينا نسمع. غائبة كنت عن أصوات الوقت، ولملم الذكريات من شقوق الجدران الحزينة، وأرسل الآه تلو الآه حتى أعياني المكان. في لحظة لسعني خيال العمر امتد على جسدي الحكاية، وأخبرني عن وجعه حين أسكت الشمس. ظل غمر رعشتي يخشى علي من غيبوبتي، وأنا أسقط في حلم قديم ولا أصل. مسلم هتم، خلينا نحكي عن نتاجك الأدبي الأخير أقل عزلة، نحكي عنه أكثر، ويمكن الناس ترغب دائما بالرواية، ويمكن هيدا اللي تميزتي فيه اليوم. الرواية أخذت انتشار مو طبيعي وقيمة كبيرة بين الناس، ومرغوبة فعلا، لأنه يعني بنعتبرها نحن أنه هي نص نسري طويل، بنعتمد فيها الإسهاب، بناخذ راحتنا بالوصف، بالزمان، بالمكان، بتعدد الشخصيات، فهي قريبة دوما للكاتب لأنه عطيته مجال وحرية لحتى يعبر بالطريقة اللي هو بيحبها. أقل عزلة كانت الرواية من دار طبعتها بمصر بدار الملتقى، لسه ما صار لا توقيع أو انتشار هون، لسه ما وصلتني الكتب. يعني بالعموم هي كانت بتحكي عن التنشئة، يعني أنا تقصدت فيها أحط الفرق بين اللي بينشأ بدار أيتام واللي بينشأ بظل عائلة، والفوارق اللي بتصير بين الأشخاص بهون ولا هون. فيها كمان شيء بيشبه تطرقت لفكرة الاستنساخ، شيء كان بزماناته نحن أخذ ضجة إعلامية مو طبيعية بالعالم العربي والأجنبي كمان، فأنا حبيت أدخل هي الفكرة وأعمل مقارنة بين طفلة تخلوا عن أهلها لسبب ما واستنسخوا منها نسخة لتنمو بمكان تاني بطريقة تانية مع أهل وعائلة. فما رح أحكي كتير عن الرواية لأنه أكيد قراءتها غير واحد لما بيشرح تفاصيلها. تمام، يعني نحن بنتمنى لك التوفيق يا رب. اليوم كثير انبسطنا بصباحنا معك. شكرا، شكرا لكم. نتشكرك الأديبة رنا العسلي على وجودك معنا، ودائما فخورين نحن بالنساء السوريات والإنجازات اللي بيحققوها ضمن كل الظروف. شكرا كثير لك. شكرا لكم كمان. شكرا لك.